منافسي المنتخب الوطني، إن كشفت مصادر إعلامية كاميرونية أن الناخب الكاميروني الجديد ريغوبير سونغ قد شد رحاله الثلاثاء نحو فرنسا لمباشرة التحضيرات للمواجهة المزدوجة التي تنتظرها أمام المنتخب الوطني الجزائري هذا الشهر. وتنقل سونغ إلى باريس رفقة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو قصد ملاقاة الطاقم الفني المساعد الجديد، والذي سيتكون من ثلاثة تقنيين فرنسيين. ويتعلق الأمر بالمساعد الأول أوغوستين سيمو وسيباستيان ميني والمحضر البدني رافائيل فافا. كما أكدت وأضافت ذات المصادر أن ريغوبير سونغ سيكون له لقاء مع بعض اللاعبين قصد طي صفحة المدرب السابق البرتغالي كونسيساو وفتح صفحة جديدة. في سياق آخر، كشفت مصادر إعلامية أن سونغ سيتقاضى راتبا شهريا يقدر ب 30,000 يورو، فيما كان ينال سلفه البرتغالي كونسيساو 50,000 يورو.